العمليه الانتخابيه هم 27 صوت كلهم بجانب الصوت الدولي اللي يمثله اللي هو منير ثابت الذي لم يحضر اليوم لظروف خاصه. انا بقول ان اللجنه الاولمبيه لها طابع خاص، اللجنه الاولمبيه لها طعم خاص في الانتخابات، ولكن هذه المره اصبحت اللجنه الاولمبيه كسائر الاتحادات الرياضيه. كان من قبل لم يحضرها الا ممثلي الاتحادات الرياضيه، ولكن اليوم أنا شايف إن الأعداد كبيرة وكأنه اتحاد الكرة يجري انتخابات مجلس إدارته.